أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع اللواء ياسر أبو منظور مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة بالفيديو كونفرنس لاستعراض الموقف التنفيذي لميكانة العمل في الوزارات والجهات الحكومية مع استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع عرض اللواء ياسر أبو منظور التطبيقات النمطية والتشاركية اللي هيتم استخدامها في المرحلة الأولى، وأكد أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من التطبيقات، منها تطبيق إدارة الموارد البشرية وتطبيق إدارة المشروعات القومية وتطبيق الأرشيف الإلكتروني والمراسلات وتطبيقات إدارة المحتوى الرقمي ومنصة العمل الحكومي الموحد والتخطيط الاستراتيجي.